داخلين بأجهزة بيتشوف على البنات عشان يشوفوا فيه موبايلات ولا لا. اه ده شيء طبيعي. لا ما كانتش كده اول سنة تحصل السنة دي بالمنظر. يعني كان في تجديد عليه. كان في تجديد في اللجان. طب وكان في الامتحان بقى نقاط صعبه قوي اسئله أوه. كل اللجنه علقت عليها حاجه في النصوص الاختياري كان صعب وبلاغه وادب نحو النصوص بلاغه ادب حقيقه انا عندي على طول حقيقه بدل هتقول لك اي وتضحك عليك الحق حلو. الامتحان كان فيه نقاط صعبه او لا؟ لا. ايه ابرز النقاط اللي كانت صعبه اللي اغلب اللي في اللجنه اتفقوا عليها ان هي صعبه او اشتكوا منها؟ يعني اغلب الحاجه في الادب والنحو. الادب والنحو. طب في كان خارج عدد بيشتكي من البلاغه، كان فعلا البلاغه فيها نقاط صعبه؟ تمام. Thank you.